في ناس بتهاجم المنتخب بعد التعادل مع مالي في أول مباراة في بطولة الجابون 2017، لكن لو بصينا لعودة منتخب مصر بعد 7 سنوات غياب عن المحفل الإفريقي هنلاقي إن التعادل مقبول جدا. المنتخب المصري قريب جدا للتأهل في حالة الفوز على أوغندا وتعثر مالي أمام غانا، هو أوفر حظا من المنتخبات العربية التانية. تونس خسرت ومتبقي لها لقاء عربي أمام الجزائر ولقاء أمام زيمبابوي صاحبة المستوى الجيد، والمغرب اتهزمت وبيتبقى لها ساحل العاج، والجزائر بتعادلها مع أضعف فرق المجموعة بتضع نفسها في موقف حرج جدا. ومن هنا نستنتج أن مصر هي الأوفر حظا للصعود، ولكن كمركز ثاني في حالة رفع مستوى الأداء الهجومي والتنظيم والروح العالية.